وقت عصيب يعيشه العراق، أحد أكبر الدول الزراعية العربية، مما دفعه إلى تقليص الاعتماد على اثنين من أكبر الأنهار في المنطقة والعالم، وهما دجلة والفرات في خطته الزراعية الجديدة، والاعتماد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للري بعد أن شهد النهران تراجعاً تاريخياً في كميات المياه بهما بسبب السدود التي بنتها الدول المجاورة. استوديو الناس والتفاصيل. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج استوديو الناس. موضوعنا اليوم راح يكون متعلق بالزراعة في العراق، واللي وصفها الكثير بسبب الجفاف وبسبب تلوث المياه في العديد من المناطق الزراعية، اللي قد يسبب إلى يعني تهديد الزراعة في العراق. لذلك أحبتي المشاهدين، بإمكانكم المشاركة من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة للتعبير عن آرائكم ولنقل أصواتكم إلى الجهات المعنية. القضية اليوم قضية جدا مهمة، وهو لما نتكلم عن الجانب الزراعي في كل البلدان فيعتبر من أهم الجوانب المهمة اللي تعتني فيها الحكومات، لكن إحنا اليوم عندنا إهمال في البعض من المناطق الزراعية الخاصة في العراق، واللي المزارعين والفلاحين شكوا من هذه يعني التقصيرات الموجودة من قبل الحكومة والجهات الحكومية. لذلك أحبتي المشاهدين، هنالك عدة مناشدات كانت موجودة بخصوص هذا الموضوع، خلينا نشوف جانب منها في ديالة مع الزميل عمر العبيدي في هذا التقرير، ومن بعدها نرجع لكم. بعد الشحة المائية التي اجتاحت أغلب أنهار ديالة ومنها النهر الرئيس الذي يغذي 80% من الأراضي الزراعية، تحول هذا النهر إلى مصب للمياه الآسنة وبزل تملأه الحشائش، لتبقى البساتين على ضفافه الخاسر الأكبر بعد موت أغلبها. بساتين متهالكة وانتهت بسبب المياه الملوثة، يعني الفلاح يجي يريد يأكل من عندها هو إنه قام يصرف عليها، فلذلك اضطر إلى أن يعوفها، لأن مياه ملوثة ما تصلح لسقى البساتين نهائيا، مياه آسنة، مياه كليتها ملوثة وما تصلح أبد، والبساتين انتهت. تجاوزت الخسائر بالمحاصيل الزراعية في الأعوام الأخيرة 50%، فبعدما كانت تتجاوز الحمضيات 100,000 طن فهي لا تتعدى اليوم 30%، والتوقعات تشير لاستمرار الانخفاض بالإنتاج لملوحة المياه وتلوثها التي تسقى بها ما تبقى من الأشجار. الإنتاجية للعام السابق الموسم المضى كانت 33,000 طن و251، نتوقع السنة الإنتاجية يعني بين 40,000 طن إلى 50,000 طن إن شاء الله. سابقا كان الإنتاج بديالة يعبر 100,000 طن سنويا. سبب الجفاف سبب أثر كبير جدا في محافظة ديالة من جميع النواحي، من زراعة الحنطة والشعير والذرة والبساتين، أصلاً حتحاصلها ما ظل. وتبقى الأسواق المحلية تعج بالمحاصيل الزراعية المستوردة، تلك المحاصيل التي تنعش اقتصاد الدول. انقطعت روافد الأنهار أمام محافظتين كانت تعد سابقاً سلة من سلال العراق الغذائية. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. إذن أحبتي المشاهدين، شاهدنا معكم هذه التفاصيل المهمة. طبعا هذه حالة من الحالات في ديالة، عندنا أيضا منها في البصرة والنجف والمثنى وبقية المحافظات اللي أيضا معروفة بزراعة المحاصيل الزراعية العراقية المعروفة جدا في هذه المناطق والمحافظات، واللي صار لهم أيضا سنتين يشكون من قلة دعم الجانب الحكومي ووجود المحاصيل الزراعية، مما يجعل الفلاح يروح يشتري المحاصيل من ماله الخاص، أو خلينا نقول مثل ما اليوم في السنوات اللي حصلت هواية من القضايا. للأسف هذه القضايا اللي وصلت هواية من الفلاحين ما يعتمدون بعد على الجانب الحكومي، يقول لك أني أروح أشتري المواد اللي أحتاجها وأزرع. عندنا اليوم العراق كانت هنالك خطة جديدة من قبل وزارة الزراعة، هذه الخطة تعتمد على الاعتماد على المياه الجوفية. قبل كان كل الاعتماد على مياه دجلة والفرات، لكن بسبب أيضا انخفاض مناسيب المياه
في نهر الفرات مما أدى إلى تراجع الزراعي الموجود عندنا. فكانت هنالك خطط جديدة لمعالجة هذا الموضوع من قبل وزارة الزراعة. قالوا يابا بعد ما نعتمد في كل زراعتنا على مياه دجلة والفرات، خلينا نعتمد فقط على المياه الجوفية ونحفر آبار ومن خلالها نقدر نحصل على المحاصيل اللي احنا نريدها. وطبعا هذه الخطة حددت من إنتاجية الزراعة في العراق. يعني قبل كانت إنتاجية الزراعة توصل إلى 7 ملايين دونم، أما اليوم قلت هذه يعني الإنتاجية إلى 5 مليون. طبعا هذه الإنتاجية جدا ضعيفة يعني مقارنة بالأعوام السابقة. عندنا اتصال أحبة المشاهدين، أبو شهد من نينوى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الأخوي أبو شهد. شلونك عيني؟ يا أهلا وسهلا. على مود الزراعة في محافظة نينوى. نعم تفضل. أنت تعرف محافظة نينوى سلة خبز العراق. نعم. إحنا عندنا مشروع لو يسوونه مشروع ري الجزيرة، يعني حتى يصدر إلى الدول كلها إذا صار هذا المشروع هذا. شنو هذا المشروع؟ مشروع ري الجزيرة، يعني المشروع. نعم. يدفع مي المناطق الموصلة للجزيرة كلها. نعم. وتصير الحنطة والشعير يعني فول. طيب. اي نعم، عاد هذا الحكومة صار 20 سنة يعني من وقت صدام حسين. نعم. على أساس الحكومة تسوي هذا المشروع ولحد الآن ماكو أي نتيجة، المشروع ما حد سواه. على أساس إنه أكو مساعي حكومية جديدة لتنفيذه. على اساس اخوي العزيز اكو مساعي حكوميه جديده، ما صار اكو يعني اقبال من قبل اللجان المختصه حول هاي الاماكن؟ اذا تسمعني من التليفون افضل من التلفزيون اخوي العزيز. نصير صوت التلفزيون شويه تمام؟ اي اسمع زين. طيب يعني لا ماكو اي شيء لحد الان، ماكو اي شيء، اي شيء ماكو ملموس. اعتمدوا على بيار، والبيار تدري مكلفه، كل بيار يكلف 40 50 مليون حاليا. طيب طيب يوصل صوتك ان شاء الله اخوي ابو شهد، شكرا جزيلا. اذن احبتي المشاهدين، يعني هذه القضيه اليوم صارت قضيه مثل ما نقول هنالك هوايه من الافكار والمقترحات اللي يقدمها المواطن العراقي حتى يقدر يوصل الى يعني حل على الاقل. طيب عندنا اتصال اخر، رافع من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك يا اخوي؟ شلون صحتك؟ هلا اخوي رافع، انت شلونك؟ الله يعافيك يا اخوي. احنا فراديح عندنا مرشات. نعم. على المياه الجوفيه اللي قاعد نشتغل. نعم. ونحن نشتكي من شغله الكيمياوي. زين. اي والله الكيمياوي هذا، الكيمياوي الذهب هسه قاعد نشتريه والله على يعني بلاد. لا تشتروا على حسابكم، ما جيتم توفيره من قبل الحكومه صح؟ ما جاي ينطونا. انا هسه عندي المرش ام 80 انطيها تقريبا 15 طن هذا بس الذهب. زين. والدولة العام انطتنا تقريبا 2400 كيلو يعني. نعم. ما تكفيكم في خلال موسم كامل؟ ما تكفي والله يا اخوي ما تكفي. ايش قد تحتاجوا تحديدا يعني؟ يعني نحتاج تقريبا 14 طن 15 طن بس الداب. هذا في موسم واحد لو في السنة كلها؟ من الموسم الواحد الشتوي. نعم تمام، الموسم الشتوي. اي والله. والبقية انتم دا تشتروه حتى تقدرون تكملون باقي الزراعة يعني محاصيل. لا الموسم هذا من شهر 12 لشهر الثالث احنا نحتاج تقريبا 14 طن بس الداب. زين اوكي تمام، وضحت الصورة اخوي العزيز، شكرا جزيلا على مشاركتك. اذا احبتي المشاهدين، يعني هذه المشكلة اليوم صارت ليس فقط في دعم المنتج يعني المحلي في محافظة واحدة، في بل في أكثر من محافظة. وحنا نقول أن اليوم خطة العراق اللي صارت بالاعتماد على المياه الجوفية كأول مرة يعني يعتمد العراق على المياه الجوفية، من سنوات كان معتمد على مياه دجلة والفرات، لكن اليوم الخطة وهي أنه حفر 1000 بير في يعني في بعض المحافظات اللي موجود فيها خلينا نقول المناطق الزراعية. هذه الخطة الآن تنفذ من عدها تقريباً 600 بير فقط تم حفرة من قبل وزارة الزراعة حسب ما أكدت، لكن أيضا بقية الجوانب تحتاج إلى يعني رعاية واهتمام أكثر. عندنا اتصال آخر، عدنان من كربلاء. من بغداد. نعم عفوا. هلو. نعم أخوي عدنان.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخذت قرض من المصرف الرافدين قالوا 5%. زين. لما هسه راجع لهم 2019 راجع لهم عبال تخلص طلع ياخذون 50%. اكو يتحل. يعني قالوا لك 5% ياخذون بعدين طلع 50. والله 50% ولو عدري 10 اخذ. زين يعني ياخذون 3 ملايين ونص. زين. قرض بخصوص شنو اخوي العزيز؟ قرض بخصوص شنو؟ قرض هم شركة 7 ملايين. طيب تمام. وفتحوا هم شركة. يعني قصدك مناشدتك بخصوص انه ياخذون اكثر من اللي هو المتفق عليه. اي طبعا. تمام تمام. ماكو حتى الربا ماكو هيجي. نعم نعم تمام وضحت الصورة اخوي العزيز. ايضا مناشدة مهمة ونحاول انه نوصلها للجهات المعنية. هناك اتصال اخر احمد من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الأخوي أحمد. حبيب سادة سلطان أشكرك على طرح موضوع المياه والزراعة. لا شكرا على واجب. يعني موضوع مهم جدا يعني يعني صراحة احنا المي يفوت من يمنا ويروح من البحر وما نسوي له شيء غير المفروض أكو عندنا سدود. هسه الدول الجوار اعتمدت على نفسها وسوت سدود. نعم. زين هسه راح يجينا مطار ويقول لك جايتنا هاي ظاهرة النينيو. نعم. وراح يصير عندنا أمطار وفيضانات لكن تجي الامطار وتفيض وبس يعني شلون اقول لك بس ناكل بس المشاكل احنا. اكو خطط من قبل يعني امانه بغداد وبقيه مجالس المحافظات بخصوص هذا الموضوع لكن لحد الان لم تنفذ. يعني ادري مثلا وبناء السدود يعني غير اكو عندنا خطه لبناء سدود حتى نكون عندنا خزين للصيف للمياه للصيف القادم. ماكو اي خطه للموضوع الخزن الماء. وبعدين الفلاحين يعني هسه الفلاحين الري سيحا وين ظلت العالم يعني تسقي المزروعات بالسيح. نعم. يعني المرشات وين دور وزاره الزراعه بتجهيز الفلاحين بمعدات المعدات الرخيص يعني معدات بلاستيك يعني يستوردوها من اي شركه يعني مو فشي والفلاح يدفع الفلاح يريد يعيش وينتج لكن الحكومه عليها متوفر يعني الاستيراد هاي المواد حتى الفلاح يقتصد بالمياه، المياه مهمة جدا يعني ان نهرين دجلة والفرات، يجي الصيف وقالوا جفاف وراح يصير أزمة ومدخلين الناس خطر، ويجي المطر ويفوت ويصير عندنا شو اسمه المحاصيل تبقى بمكانها وتصير وماكو غاز للفلاح، ما يدعمون الفلاح بغاز يوصل محصوله للعلوة ويبيعها. نعم. ووقت الحصاد يجيك المستورد من دول الجوار، ودول الجوار سادة عليك المي وتبيع لك رقي وتبيع لك مزروعاتهم شعيرهم شعير الدول الجوار والرقي مال تعرف ماذا لما احيا دول. طيب وضحت الصورة اخوي العزيز اشكرك جزيل الشكر. حبتي المشاهدين هذه القضية اليوم قضية جدا مهمة واحنا دنشوف من بعض المحافظات في العراق ديشكون من جانب انه عدم وجود توفير محاصيل زراعية ومواد كافية للفلاح حتى يقدر يزرع. يعني الاخ قبل قليل قال انه احنا بحاجة ل 14 طن حتى نقدر من خلالها نقدر يعني نكفي الموسم موسم واحد فقط. طيب هنا اليوم لما احنا تكون عندنا خطط زراعية وخطط نقدر من خلالها نحسن الواقع الزراعي سواء من خلال يعني حفر الآبار أو بقية الطرق الأخرى احنا اليوم ليش ما يتم الاعتماد أيضا على بناء السدود مثل ما ذكر الأخ قبل قليل. شنو يمنع العراق من يكون يعني يعتمد على هذه الطريقة وهذه يعتقد طريقة مو صعبة لكن احنا طيلة السنوات الماضية فقط قدرنا انه نمنع زراعة الرز وقدرنا نمنع أنه بقية المحاصيل المحلية الموجودة عندنا وللأسف اللي كان المواطن العراقي معتمد عليها فصار يعتمد على المستورد. تروح تشوف الأسعار سعر المستورد أرخص من سعر المنتج المحلي. ليش؟ حتى يبقى المنتج المحلي مهمل وما حد يهتم به. هنا جانب جدا مهم احنا اليوم لازم نشجع على الزراعة المحلية والوطنية لأنه العراق معروف عنه في هذا الجانب. يعني هل يمكن انه اليوم ما حد يرغب بالمحاصيل الزراعية خاصة عندك محصول الطماطة والروز اللي يعتمد اليوم فقط على المستورد وحتى اليوم زراعة يعني النخول الموجودة عندنا النخيل في العراق قبل كان العراق ينتج 32 مليون نخلة لكن في السنوات الأخيرة قلت هذه الانتاجية الى 20 نخلة فقط وانت تخيل شلون كان شلون مرينا بظرف صعب جدا. هنا لازم اكو خطط زراعيه واكو خطط عمليه حقيقيه على ارض الواقع حتى نقدر من خلالها ننتج
نقدر من خلالها نشتغل. لأنه اليوم إذا ظلينا فقط نسمع على المناشدات ونقول أنه ما عندنا طرق غير فقط حفر الآبار والمياه الجوفية، لكن هل هذه الطريقة راح تنفع وراح تغير الواقع الزراعي الموجود عندنا بالعراق؟ وهل ستستطيع الحكومة توفير هذه الآبار بشكل كامل؟ طيب، عندنا اتصال آخر، أم شهاب من بغداد. معين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عيون أنا خارج الحلقة، الله يوفقك يا رب. تفضل أختي أم شهاب. يوفقكم على هذا البرنامج وبارك الله فيكم. تسلمين، يوفقكم رب. يا عمري أنت توفون صوت المظلوم، واجبنا هذا. والله ريدك تسوين حلقة على المظلومين والمحتقلين يا ماما. والله أمي أم شهاب، أكثر من حلقة تكلمنا عن المعتقلين وعن العفو العام وعن التعذيب في السجون، وسلطنا الضوء أكثر من مرة، ونقلنا أصواتهم أيضا إلى الجهات المعنية في برنامج استوديو الناس. يعني إذا حضرت متابعة البرنامج في الحلقات الماضية وفي الأسابيع الماضية كان إنه تسليط الضوء، لكن إن شاء الله أيضا يعني أيضا ننقل أصواتكم مرة أخرى، وإن شاء الله يكون يعني اهتمام بالموضوع. طيب، والله يا عيني أنا يوميا متابع البرنامج مالتك ومال أنور الحمداني، الله يوفق أنور الحمداني. نعم. وأنا استدعيت كم مرة أريد أنور الحمداني يعني يدز علي. طيب. أرتجي للبرنامج. نعم. طيب، يوصل صوتك إن شاء الله أختي العزيزة، شكرا جزيلا. عندنا اتصال آخر، أبو أكرم من بابل. نعم أخوي أبو أكرم. نعم أخي العزيز، تفضل. حبيبي، إحنا فلاحين من ناحية جرف الصخر، زين، محافظة بابل، مختلفين خروج زراعية على المبادرة الزراعية. خوش. فتهجرنا ومشاريعنا الزراعية راحت اندمرت، زين، بالعمليات العسكرية. نعم. وما عندنا نوفي، وجاي يطالبوننا بقروض. زين، شلون كانت القروض عليكم؟ الديون يحركون القروض على الكفلاء، والكفلاء هم مهجرين مثلنا مهجرين، ما عندهم. زين، احنا نطالب السيد الحلبوسي، نعم، يضرب موضوعنا، ياجلها، يعفينا، مشاريعنا راحت واحنا مهجرين وما عندنا ندفع وحايلين بامورنا. زين، ايش قد الديون عليكم اخوي العزيز الان؟ نعم، ايش قد الديون عليكم؟ الديون احنا سددنا من كنا نداوم نزرع والماس الزراعه، نعم، سددنا نص منها. طيب، وبقى نص علينا، هسه انا عليها بحدود 12 مليون. ما عشان يريدون مني اسددها وما عندي انا اسدد. والمصرف اللي يحركها علينا على السنه الجديده اللي يحركنا، نعم، يحرك هاي يشتغل على الكفلاء، يقطع من الكفلاء، والكفلاء مهجرين ما عندهم. طيب، زين، يوصل صوتك ان شاء الله. نعم. نعم. يوصل صوتك إن شاء الله أخوي العزيز، تمام. شكرا جزيلا على مشاركتك. إذن أحبة المشاهدين، هنا أيضا عندنا مناشدة مهمة من قبل أبو أكرم، يقول إحنا من جرف الصخر أخذنا قروض حتى نقدر نستغل من خلالها زراعتنا ونقدر ننتج يعني على الأقل المحاصيل اللي إحنا نريدها ونستمر في عملنا، لكن كنا نعرف الأوضاع في جرف الصخر اللي صارت، مما أدى إلى تهجير العديد من العوائل العراقية، بكلهم غادروا مناطقهم، والآن هم مطالبين بدفع هذه الديون اللي عليهم. فهنالك أيضا مناشدة إلى أيضا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نتمنى هذه المناشدة توصل. وطبعا احنا نقول أحبة المشاهدين، اليوم في برنامج السود والناس عندنا هذه المناشدات وأصوات الناس، نتمنى من الجهات الحكومية الاستماع لها، لأن هذا هو واقع الناس اليوم. يعني مطالب الناس مو مطالب صعبة، ولا يمكن انه احنا عاجزين انه نحلها، لكن فقط لو كان انه اصغاء الى الشعب واصغاء الى معاناتهم ومشاكلهم، لربما راح تنحل عندنا هوايه من الجوانب الموجوده عندنا والمشاكل والاخطاء اللي يرتكبها البعض من المسؤولين والبعض من المدراء العامين في هذه المؤسسات. خاصه في قبل قليل كانت هنالك ايضا مناشده بخصوص قرض يعني من مصرف الرافدين، حسب ما تكلم الأخ قال أنه هو 5% على أساس، لكن طلع 50%. وهذه المناشدات الأخرى أحبة المشاهدين نتمنى يكون لها اهتمام من قبل الجهات الحكومية. لما نحكي عن الجانب الزراعي اليوم في العراق وعن الاهتمام الحكومي والخطط التي وضعتها الحكومة في تنفيذ وعلى الأقل يعني استمرار العملية الزراعية، البعض من الفلاحين اتفق مع هذه العملية وقال أنه ممكن إحنا مناطقنا
يعني فيها وفرة مائية نقدر من خلالها نعتمد على الآبار ونستغل الزراعة، لكن بعض الآخر قال أيضا إحنا مناطقنا ما بها كمية كافية من المياه، فشون إحنا رح نعتمد على الآبار؟ هنا أيضا مشاكل أخرى يعاني من عدها بعض الفلاحين في بعض المناطق والمحافظات العراقية. إحنا نقول إنه إحنا لما عندنا خطة لتنفيذ 5 مليون دونم من الزراعة بدل 7، وهذه 5 مليون 1 مليون من عدها فقط راح يتم اعتمادها على المياه على المياه دجلة والفرات، وأربعة مليون راح يتم اعتمادها على المياه الجوفية. طيب هل المياه الجوفية أو مشروع المياه الجوفية راح يقدر إنه ينتج 4 مليون دونم في موسم واحد أو موسمين أو في خلال سنة؟ هنا السؤال اللي نسأله إلى الجهات المختصة، وهل هنالك أيضا متابعة على هذه العمليات لو هي فقط يعني أنه قلنا وصارت قرارات وحفرنا آبار وتركنا الفلاح يزرع وحده؟ اليوم لازم يكون هنالك طرق حديثة للزراعة أحبة المشاهدين، لا يمكن أنه إحنا نرجع إلى الوراء بدل ما نتقدم مثل بقية البلدان وإحنا ما ينقصنا شيء. يعني هذا الجانب مفروض إحنا نشتهر به بالزراعة المحلية، خاصة بزراعة الطماطة والأرز العراقي، بل حتى اليوم عندنا بقية المحاصيل الزراعية الموجودة عندنا معروف عنها العراق والتمور. ليش دا نشهد تراجع في الزراعة بدل ما نشهد تقدم؟ في 2020 كانت هنالك وفرة في بعض المحاصيل الزراعية، لكن اليوم الحكومة أوقفت زراعة الرز بسبب الجفاف الموجود، وهي مشكلة أخرى وطامة كبرى أخرى أيضا تحصل عند الكثير من المناطق. هم عندك تلوث بالمياه، وهم عندك أيضا شحة وجفاف في بعض المناطق. طيب اليوم غير تكون أكو هناك معالجة يعني ومتابعة ومراقبة. إحنا لما نسوي مشروع ما لازم فقط يعني نعلن عنه ونتركه، لازم تكون أكو أيضا متابعة له ونشوف أحوال الفلاح شنو اللي يحتاجه، أو أوفر له المواد الكافية. وإذا ما كانت هنالك قدرة على توفير المواد الكافية من البداية ما أدخل في هذه المشاريع ولا أورط الفلاحين وخليهم يروحون هم يشترون على حسابهم ويكملون باقي مشاريعهم الخاصة. طيب إحنا اليوم أكو هناك بعض الاتهامات توجه للفلاحين بأنه هم يرفعون أسعار المنتج المحلي وأنه أنا أروح على المستورد لأنه يكون أرخص. طيب ما هو اليوم الفلاح حتى يربح شو يسوي إذا ما كان إلى دعم من قبل الجهات الحكومية؟ لو أكو إلى دعم لكان أيضا سعر المنتج المحلي يعني يكون أيضا مثل المستورد، لكن هاي مشكلة كبرى. طيب تجي للأرقام والإحصائيات تشوف أنه إحنا يعني لما كان العراق يشهد 7 مليون دونم مساحة زراعية المخصصة إليه، كان أكو يعني نوعا ما من الاستقرار الزراعي الموجود. لكن اليوم لما انقلت النسبة هذه تقريبا بسبب الجفاف الموجود، إذا إحنا لازم نحل مشكلة الجفاف حتى نقدر نسيطر على الوضع الزراعي. إذا ما قدرنا نحل مشكلة شحة المياه وتلوثها والجفاف في بعض المناطق الزراعية واللي بسببها هواية من الزراعة يعني تدهورت في هذه الأحوال وفي هذه الأوقات. لذلك أحبة المشاهدين هسه إحنا تقريبا يعني موسم الصيف انتهى وشارفنا على موسم الشتاء، لذلك أحبة المشاهدين أيضا نتمنى يكون هنالك متابعة حقيقية من قبل الجهات الحكومية. إحنا موضوعنا ما زال مستمر، وحلقتنا أيضا ما زلنا مستمعين إلى آرائكم ومشاكلكم بخصوص هذا الموضوع، لكن خلينا نتوقف وقفة قصيرة ومن بعد نرجع لكم. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين من جديد، وما زلنا مستمرين معكم في برنامج استوديو الناس وفي حلقتنا اليوم بخصوص الزراعة في العراق وتعرضها إلى الجفاف وشحة المياه وتلوثها في بعض المناطق الزراعية. طبعا من بين الخطط اللي وضعتها وزارة الزراعة لإكمال الموسم الشتوي كانت هي من خلال حفر الآبار ومن خلال توفير المحاصيل الزراعية الكافية إلى الفلاحين حسب ما أعلنت عنه. لكن اليوم نشوف هنالك مناشدات وصلت من قبل بعض الفلاحين يعانون من نقص الإمدادات اللي تجيهم من قبل الجهات المختصة. طيب أنت تجي اليوم إلى الخطط اللي وضعتها أيضا الوزارة الأخرى وهو عن توفير قروض
يعني معفية من الأرباح على يعني الفلاحين لشراء أجهزة جديدة أو طرق جديدة من خلال الزراعة. طيب أنا اليوم لما نتكلم عن شراء رشاشات محورية حسب ما وصفتها الخاصة بالزراعة، وأنه أنا أنطي قرض وعلى مدى 5 سنوات الفلاح يسدده، طيب ليش ما وزارة الزراعة تشتري لهم وتوفر لهم إياه؟ يعني ليش أنا أعتمد من الفلاح؟ ما هو الفلاح دا يزرع إلي، ما دا يزرع لنفسه، دا يزرع للبلد. إذا أنا أخذ منه قرض وأوفر لك هذه الأدوات، طيب ليش ما أنا أشتريها وأنطيها مجانا للفلاح؟ شنو اللي ينقصنا إحنا اليوم؟ لو إلا نأخذ من الشعب حتى نفيد الشعب بالاختصار. أحبتي المشاهدين، هذه خطة يعني صحيح هي خطة تنفع الزراعة في العراق، لكن يجب يعني مراجعة هذه الخطة. شو ممكن أنه أنا على مدى 5 سنوات حتى لو كانت القروض يعني جيدة، وحتى لو كانت المبالغ اللي راح تأخذ من عندهم مبالغ بسيطة، لكن ليش إحنا نوفر لهم يا ليش بنوفرها مجانا؟ يعني نوفرها إلا يسحب من عندنا قرض من بعد على مدى 5 سنوات. طيب بلكي تكون بعض الفلاحين ما عندهم إمكانية يدفعون. وهنا لازم أيضا نتابع هذه القرارات ونقول أنه إحنا عندنا اليوم حلول حقيقية موجودة عندنا، لكن إحنا وين نروح؟ نروح للحلول الترقيعية حتى شنو؟ حتى نقدر هم إحنا نستفيد وهو نستفيد. ليش ما نخلي مصلحة البلد فوق كل شيء؟ أنا اليوم مدى أتهم جهة معينة، أنا دا أتهم دائما بشكل عام، ودا أقول أنه إحنا عندنا أفكار وللأسف ما تستغل، أفكار ناجحة دائما نتركها ونروح للأفكار الصعبة. خلينا اليوم ننظر نظرة حقيقية إلى الواقع وواقع الفلاح. إحنا لما نأخذ قرض من الفلاح ونأخذ أيضا بقية القروض من المواطنين ونأخذ من عندها أرباح، أنا أحكي على جانب آخر بخصوص الزراعة طبعا، ليش ما إحنا نوفرها للمواطن والفلاح ونخليه من خلالها يستغل هذه المحاصيل ويقدر يحقق نتيجة إيجابية إلى البلد؟ أنت اليوم تعاني من الجفاف وشحة المياه، وإحنا قادرين على شراء هذه الأدوات وتوفيرها لهم. أوكي أكو دعم من قبلهم، لكن دعم بسيط جدا. استمعنا إلى كلام المتصلين قبل قليل وقال ما يكفينا، نضطر إحنا نروح نشتري حتى نسد بقية الأيام وبقية المواسم الموجودة عندنا. اليوم إذا ما كانت عندنا هناك متابعة حقيقية للوضع اللي يمر به العراق بكافة الجوانب، راح تصير أزمة كبيرة جدا وراح تتفاقم الأزمات. عندنا اتصال حبتي المشاهدين، أبو أحمد من بابل. نعم أخوي أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي العزيز؟ يا أنا وسهلا أخي. إحنا فلاحين من جرف الصقر. نعم. ماخذين مهاجرين، ماخذين كنا قروض وكنا نسدد من كنا نمارس الزراعة. نعم. هسه تأجرنا، الدولة جاي تطالبنا بقروض بعدنا ما رادين، طالب الدولة تأجلها. نعم. تجدولها، تعفينا. الناس رئيس الوزراء. نعم. الناس الحلبوسي يسوون لنا شارة. ما عندنا، وجاي طالبون الكفلاء، والكفلاء هم مهاجرين ما عندهم. ايش قد القرض اللي اخذته اخوي العزيز؟ اخذنا 36 وسددنا نص وبقى نص. 36 مليون عراقي؟ نعم. زين. وسددنا نص منه من كنا نمارس الزراعه ونزرع سددنا، من تاجرنا. نعم. توقفنا قبل ما نقدر نسدد. زين، على مدى كم سنه كان الاتفاق؟ نعم. على مدى كم سنة كان الاتفاق حتى تسددوا؟ على 8 سنوات. 8 سنوات. ايوه. هسه تأجرنا، مشاريعنا الزراعية راحت بسبب العمليات العسكرية والإرهاب. نعم نعم. وما ضربت عندنا مشاريع وانا مهجرين هسه، ما عندنا حالين بعيشتنا. طيب. ونطالب الدولة، ونطالب رئيس الوزراء، ونطالب رئيس البرلمان يضرون بحالنا. نعم. يسوون لنا شارة، يأجلونها، يعفونا، يعيدون لنا مناطقنا حتى نبلع ونسدد. طيب. يوصل صوتك إن شاء الله أخوي العزيز. قبل قليل أيضا كان هنالك بعض الإخوان اللي ناشد بخصوص هذا الموضوع، ونكرر الموضوع أحبة المشاهدين ونقول أنه أكو البعض من الفلاحين اللي أخذوا قروض، واستمعنا أيضا إلى يعني الرواية الأخرى يقول على مدى 8 سنوات وأخذوا، وكان القرض هو 36، دفعنا نص هذه المبالغ وبعد علينا ما نقدر نسددها بسبب الأوضاع اللي يمر بها يعني منطقة جرف الصخر مثل ما نعرف اليوم أحبة المشاهدين، هذه الأوضاع السياسية اللي تسببت أيضا إلى تدهور بقية الجوانب الأخرى الاقتصادية والثقافية والمجتمعية، بل حتى اليوم الزراعية. وإحنا دا نقول أنه لما نصير عندنا مشكلة بسيطة جدا كل الجوانب الخدمية تتأذى بسببها وتتأثر.
وما عندنا حلول وتبقى سنوات عديدة مهملة. طيب الآن هذه المناشدة نتمنى أيضا توصل إلى الجهات المعنية. خلينا شوية نهتم بالجانب الزراعي اليوم، احنا لا نظل معتمدين على الاستيراد. هسا يابا أوكي لا توقفوا الاستيراد، بس على الأقل ادعموا المنتج المحلي، ادعموا الفلاح وادعموا الزراعة، خلي يكون إنه بصمة خاصة، خلي الدول هي تستورد من عندنا مو احنا نستورد من عندهم. ليش هذا ما كان العراق في زمن من الأزمان وفي وقت من الأوقات كان هو يصدر محاصيل زراعية ويصدر بقية المواد الصناعية الأخرى؟ احنا ما نريد نرجع إلى التاريخ ونقول كذا وكذا وكذا، كنا نعرف. اليوم احنا بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى وجود شجاعة وإرادة على بعض الحلول وبعض الجوانب الخدمية الموجودة عندنا. ما يمكن اليوم فلاح يطالب بتوفير مواد كافية للزراعة، يعني هذه أبسط شيء. عيب على المواطن العراقي، والله يعني عيب على الجوانب الحكومية أنه تخلي المواطن العراقي يناشد بمثل هذه المناشدات. كان المفروض هذه من دون أن يناشدها تكون أكو هناك متابعة وتنفيذ. طيب تجي إلى بقية المشاكل اللي يمر بها المواطن العراقي، وإحنا نرجع ونقول أنه في برنامج السود والناس دائما ننقل الجوانب اللي يعني تهتم بمشاكل الناس وهمومهم، والبعض الآخر يقول لك أنتم ما تسلطون الضوء على الجوانب الإيجابية وعلى النقاط الإيجابية والحلول الموجودة والإنجازات اللي تقوم بها الجهات الحكومية. لا، إحنا قلناها في أكثر من حلقة، قلنا أنه اللي يعمل لأجل مصلحة البلد نكون معاه ونشجعه، لكن لما يكون هناك إهمال وتقصير أيضا نذكره، لأن إحنا هذا دورنا. فما يمكن أنه اليوم نغفل ونتجاهل هذه المواضيع، لازم يكون هنالك دعم للفلاح بالاختصار. طيب تجي إلى بقية الجوانب الأخرى والمشاكل اللي يمر بها المجتمع العراقي على صعيد الزراعة، وكيف يمكن أنه إحنا نخرج بهذا الواقع. شوف حتى حياة الفلاح حياة مو مستقرة، لا مستقرة من الناحية المالية ولا حتى من الناحية الاجتماعية. ما عندهم يعني بيوت ملك، وشوف طيلة هذه الفترة يعانون أيضا. لربما البعض الآخر عنده هذا بيته من سنوات عديدة لكن ما عنده راتب يكفي، عايش على الزراعة، فلما زراعته تتوقف تتوقف حياته وياه. أيضا عندهم عوائل وعندهم أطفال وعندهم نساء، أيضا لهم متطلبات ولهم مصاريف. إحنا ما نفكر بهذا الجانب؟ لو هي فقط والله إنه عم الفلاح عايش بالخير، هاي اللي دائما إحنا نسمعها الصورة الإيجابية والمثالية المأخوذة عن حياة المزارع وحياة الفلاح. لا والله، هواية ناس اليوم من عندهم عايشين بصعوبة جدا، والبعض الآخر ما عنده إمكانية حتى يقدر يوفر المواد الكافية للعيش، لكن شو يسوي؟ هذا هو عايش عليك يا الله، لأن ما تجي المساعدات، لأن ما تجي شوف منو يساعده من أهل الخير ويبقون يستمرون في حياتهم. وإحنا نقول إنه هل يمكن إنه إحنا نبقي المواطن محتاج؟ شنو ينقص الدولة العراقية أنه تخلي المواطن محتاج؟ شنو ينقصنا؟ والله ما ينقصنا شيء، عندنا خير من الله والخير موجود. هسا احنا اليوم دا نحكي على قضية الجفاف وتلوث المياه والزراعة، ذن ثلاث جوانب. يعني الزراعة هي العنصر الرئيسي، لما يكون اكو هناك جفاف وإهمال وتلوث بالمياه تنهمل عندك هذا الجانب، وهنا أيضا راح تصير إلى مشاكل أخرى وجوانب مجتمعية أخرى. عندنا اتصال أحبة المشاهدين، أبو علي بن ديالة. السلام عليكم أخ سلطان. عليكم السلام ورحمة الله لأخوي أبو علي. بارك الله بك على هالبرنامج هذا القيم. أشكرك ويبارك فيك ربي. أخوي العزيز، بالنسبة للزراعة بالعراق مستهدفة من قبل دول الجوار هي تركيا وإيران. طيب يعني يريدون يخلونا احنا بس نجد من عندهم لا أكثر ولا أقل. طيب شلون توصلت إلى هذه النظرية؟ يا أخي بين السادين علينا المي اسمي ناسهم. نعم. هاي بين ذيك هي سدوا علينا المي، زراعة ماكو، هاي سديالة معدمة ما بيها زراعة قطرة مي ما عندنا قارنا خمس. أخوي العزيز، إحنا اليوم أيضا بحاجة إلى نسلط الضوء على الجوانب الموجودة عندنا. يعني إحنا لو كانت أكو هناك متابعة وأيضا هنالك خطوات عملية، لا نقول إنه والله فقط دول الجوار، إحنا عندنا أيضا هنا للأسف بعض الجهات المهملة هذا الوضع. إحنا أكو تقصير من الداخل، مو ماكو تقصير. بس نعم. دول الجوار هي سبب رئيسي صارت إن هاي وحدة، واثنين بالنسبة للقروض الزراعية أخي العزيز. نعم. يعني مجلس النواب قعد وصدر قرار إعطاء الفلاحين من الفوائد وتسديد رؤوس الأموال فقط. طيب
زين احنا نراجع للزراعه. انا من الناس دفعت راس المال وما يعفوني من الفوائد ويريدون من عندي تسديدها، ما يعطوني براءه ذمه. يعني قصدك انت على القروض الخاصه بالزراعه؟ اي نعم نعم، ما جاي يطبقون القرار مال مجلس النواب ومجلس الوزراء اللي صادق عليه. نعم. باعفاء الفلاحين من الفوائد وتفويت الاموال او تاجيلها. انت اخذت قرض واخذوا منك فائده؟ لا، دفعت راس المال، قلت له انطيني براءة ذمة اروح ارفع الحجز عن الحجوزات مالتي. زين. الكفالة ما ينطيني. هاي وين بالتحديد هذا الموضوع؟ انا محافظة ديالة، المصرف الزراعة التعاوني ديالة. زين اوكي تمام، يوصل صوتك ان شاء الله اخوي العزيز. نعم عندنا اتصال اخر، ابو محمد من نينوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله على اخوي ابو محمد. شلونك يا العزيز؟ يا اهلا وسهلا. ابو محمد من محافظه نينوى الله يرحمه. يا اهلا وسهلا، نورتنا اخوي العزيز، تفضل. احنا عندنا هذا مشروع ري الجزيره، يعني استثمار صادر عزيز. نعم. هذه هذا تستثمر الحكومه، احنا غادي عندنا جزيرة يعني واسعة. زين. ويخدم العراق كله. زراعة. نعم. تزرع حنطة، شعير، رقي، طماطة. هذا المشروع كل ما تيجي حكومة نسوي وقبض ماكو. نعم. من خلال منبركم الكريم. ناشد دولة رئيس الوزراء يهتم بهذا الموضوع، يخدم العراق كله، والله جزيرة حلوة. نعم. يعني تنفلح. وصلوا صوتنا الله يخليك. إن شاء الله خير عزيز. إحنا في برنامج السودة الناس قبل قليل أيضا أحد المتصلين ذكر هذا الموضوع، وإن شاء الله يوصل صوتكم أيضا إلى الجهات المختصة. طبعا أحبة المشاهدين، شكرا جزيلا على مشاركتك أخوي العزيز من نينوى. يعني اليوم هذه القضية صارت قضية رأي عام، مثل ما نقول شلون قضية رأي عام؟ لما أنت تقطع الإمدادات، خلينا نقول الإمدادات المائية، وشوف انكو بعض الدول قاطعة هذه الامدادات. اليوم لازم احنا عندنا شو نسوي؟ حلول من الداخل، نعتمد على المياه الموجودة عندنا بالداخل. وطبعا هذه الخطة اللي وضعتها وزارة الزراعة. لكن المشكلة هاي الخطة هم يحتاج لها عمل ويحتاج لها وقت حتى نقدر نقول نحقق من بعدها نتائج ايجابية. احنا بحاجة الى ايضا توفير مواد خاصة للفلاح، والاهتمام ايضا بالجوانب اللي تخص الزراعة. طيب عندنا اليوم القروض اللي ايضا الكثير من الاخوه وقالوا انه يتمنى يكون هنالك متابعه عليها. قبل قليل الاخ ذكر قضيه قال انه اكو فوائد وده تؤخذ وماكو يعني المصارف ما تطبق القرار بشكل صحيح. لازم هنا ايضا تكون رقابه على المصارف اللي تعطي قروض الزراعيه. زين تجي الى مساله اخرى، مساله مشروع الجزيره المعروف في نينوى واللي صار له سنوات متوقف. هذا المشروع لو تم إرجاعه أو تنفيذه، إيش قد راح يخدم الجانب الزراعي في العراق؟ ليش إحنا كل شيء ينفع البلد نوقفه ونأجله؟ أنا هذا السؤال اللي محيرني والله العظيم، وهواية من الناس محيرهم. ليش إحنا كل شيء عندنا يخدمنا وينفع البلد وينفع شباب البلد يتوقف وما يتم تنفيذه بسهولة؟ وحتى إذا تم تنفيذه راح يتم استغلال وأيضا العمل على يعني الأخذ بعض الفوائد والمصالح الشخصية. لذلك المشكلة مو مشكلة مكان واحد، المشكلة اليوم متوزعة على بعض الجوانب والوزارات والجهات المختصة والمعنية بتنفيذ القرارات والإجراءات القانونية. اليوم لازم إذا ما كانت عندنا متابعة حقيقية على كافة الجوانب من قبل الحكومة وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين والمهملين واللي ياخذون من الناس فوائد وأرباح. طيب اليوم قد ما نريد نتكلم عن قضية المشاريع المتوقفة واللي قالت أيضا الحكومة بعد إقرار الموازنة أنه أكو مشاريع راح يتم تنفيذها. زين قد يحتاج وقت وقد يحتاج ميزانية حتى يتم تنفيذ هذه المشاريع الخاصة بالزراعة؟ وهل أنه هذه المبالغ عاجزين عن توفيرها أو عاجزين عن استغلالها واستثمارها؟ أيضا هذا سؤال مهم وإحنا نسأل الجهات المعنية. طيب تجي على بعض المحاصيل الموجودة اللي استهدفتها أيضا وزارة الزراعة بالخصوص العمل عليها، المحاصيل الصيفية والشتوية، وأكو محاصيل موجودة طيلة الموسمين. أكو هنالك دراسة جديدة واقعية، أمانة هذه الدراسة من بعض الخبراء والمختصين قالوا يابا إحنا لو يتم التعاون
مع بعض الشركات الأهلية أو بعض خلينا نقول اللي يوفرون هذه الأدوات، يتم التعاون معهم من قبل وزارة الزراعة على توفير الأدوات الكافية إلى الفلاحين من خلال ميزانية وزارة الزراعة ومن خلال أيضا ميزانية الدولة. هنا أنا رح نقدر نحل هذا الجانب. إذا كان أكو تعاون مع بعض الشركات وبعض يعني أصحاب رؤوس الأموال اللي يقدرون يوفرون هذه الإمكانيات الزراعية، رح شوية شوية نخفف من هذا الجانب. لكن إحنا دا نمر بأزمة حرجة جدا، ودا نقول إنه عندنا جفاف دا يتسبب حتى بنزوح الأهالي وتركهم إلى مناطقهم ومدنهم ليروحون إلى بقية المناطق، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية. أكو بعض المناطق تعاني من وضع عدم وجود استقرار يعني أمني في هذه المنطقة، مما أدى إلى أيضا مغادرة ونزوح العديد من الأهالي مثل جرف الصخر. اليوم موضوع جرف الصخر إلى متى راح يتم يعني متوقف وهامني بهذا الشكل؟ أكو ناس بحاجة إلى أنه ترجع، وهذه المسائل كلها تؤثر على الجانب الزراعي. أكو ناس سحبت قروض لأجل مصالحهم ولأجل عفوا مشاريعهم الزراعية، لكن من بعدها ما قدروا يوفرونها وما قدروا يسددون هذه القروض. طيب اليوم أكو أيضا جوانب أخرى مهمة جدا أكدها بعض المستشارين الاقتصاديين، قالوا أنه إحنا قد ما نعتمد على المياه الجوفية، إذا هذه السنة ولا السنة الجاية هل يا ترى راح تسد عندنا هذه الاحتياجات؟ والله ما أدري، هذا السؤال اللي سألوه أيضا بعض المختصين والمستشارين بخصوص هذا الموضوع. عندنا اتصال آخر، فرحان من نينوى. أم فرحان عفوا. نعم فرحان من الموصل، تفضلي أم فرحان. وين أخي ابني ب 2019 مشاكل، هو واحد وضربوا أربع طلقات، هو كان أدري داوم بالنبار. نعم. هذا الولد طاب كل شيء ما بيه، هذاك إياه تفسح وتمشي. بنواتنا خذن داعش اثنين، قال له مرتك مو خوشة دمية، قال بعدكم قيلة ما نتوقعكم على داعش، قام ضربوا أربع طلقات. الحمد لله الولد ما مات، وخذوا منا 60 مليون وحكومة القاضة 7 سنين. زين أسعوا بالتاتي. نعم 7 سنين حكموا يعني، وحالته ما يشاء والله لا يطببون علاج لا يطببون أكل. يعني فرد مرة هو كان يداوم بالفوج الأول للفرقة الأولى. نعم يعني مناشدتك أمي بخصوص تخفيف الحكم لو شنو إفراج عنه؟ والله بلشي يطلعون، هو عندي تنازل يعني حصلنا تنازل من الدولة. نعم. من القاضي. زين أوكي تمام شكرا جزيلا. تمام يوصل صوت إن شاء الله أمي فرحان، شكرا جزيلا. إذن أحبتي المشاهدين، يعني إحنا في برنامج استودو الناس نذكر هذه القضايا وهذه الجوانب، كل شخص إلى حق التعبير عن رأيه وعن أيضا أوصال مناشدته إلى الجهات المعنية والمختصة. طبعا عندنا في فقط الأنفوغرافيك راح نتعرف معاكم على بعض التفاصيل المهمة حبة المشاهدين بخصوص المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية اللي راح تعمل عليها وزارة الزراعة، وممكن أنه يتم تنفيذها في سنوات وفي أشهر. طيب خلينا نشوف بعض التفاصيل المهمة. جدول الزراعة لأهم المزروعات في العراق 2023 مع أبرز المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية، مثل ما موضح أمامكم هذا الجدول أحبة المشاهدين الموجود اللي تم العمل عليه من قبل وزارة الزراعة، واللي يبدأ من نهاية آب حتى أشباط وبقية الأشهر، مثل عندنا البازلاء والسبانغ والباذنجان والفجل والبصل والثوم والكرفس والجزر وهذه البقية المحاصيل الزراعية، حتى من بينها البطاطا والفول والبندورة وإلى آخره. كل هذه المحاصيل أحبة المشاهدين قد يتم العمل عليها وزراعتها في فترة قصيرة جدا، ولربما قد تؤدي إلى نتائج إيجابية على الجانب الزراعي. طيب نشوف بعض المحاصيل الزراعية الصيفية الأخرى الموجودة عندنا أحبة المشاهدين في هذه الفقرة. هنالك أيضا بعض المحاصيل اللي حددتها وزارة الزراعة وأنه راح يكون هنالك عمل حقيقي على تنفيذها. طيب أكو بعض الجوانب الأخرى مثل المحاصيل الزراعية الصيفية، يوجد أنواع عدة من المحاصيل الزراعية الصيفية التي تزرع سنويا في العراق، سيما المحاصيل الزراعية الصيفية التي تزرع من آذار إلى أيلول، ويأتي على رأس هذه المحاصيل في جدول الزراعي المبين الآن وهي الطماطم، ومن ثم الباذنجان والفلفل بنوعه الحلو والحار والخيار والبامية، ومن ثم اللوبيا والكوسة والرقي ومن ثم البطيخ وإلى آخره. هذه المحاصيل اللي عملت عليها وزارة الزراعة أحبة المشاهدين، وقد يتم
يعني العمل على زراعتها في فترة قصيرة جدا. هنالك بعض المحاصيل الزراعية الشتوية أيضا اللي حددت من قبل العديد من الجهات، وقالوا أنه إحنا بحاجة إلى إذا قدرنا يعني نزرع هذه المحاصيل في فترة قصيرة ممكن نوصل إلى يعني على الأقل نتائج إيجابية. طيب عندنا الصورة الأخرى، المحاصيل الزراعية الشتوية الموجودة من قبل أيضا هذه الخطط العملية. طيب يعني اليوم إحنا قد ما نحكي حبة المشاهدين على التوفير هذه المحاصيل الشتوية والصيفية، وجد ما نريد نقول أنه أكو جوانب مهمة نتمنى الاهتمام بها. طيب عندنا اتصال آخر، محمد من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا إذاعة ممتازة هاي، وبارك الله بكم إذاعة الفلوجة. لا شكر على واجب أخوي العزيز، تفضل. والله أنا متابعكم من كربلاء المقدسة. نشرف بمتابعتكم أخوي العزيز. الله يعطيك العافية أستاذنا العزيز. يعافيك رب. أستاذنا العزيز عندنا نهر هنا، نهر الحسينية في كربلاء. زين. يا ريت المناشدة توصل وزير الموارد المائية. نعم. يعني عندنا مثلا عندنا ذا القصاصيد اللي أهل اللحم، وعندنا نعم. الدواجن يعني يذبون مراتهم تكرم الريش وما ريش هالسوالف كيف المي. زين. هاي وحدة، هاي تلوث هذا بالنسبة للمي. طيب. نعم. ماكو رقابة عليهم قصدك؟ ماكو رقابة والله العظيم ماكو. نعم. تكرم الذبيحة يجيبها ياخذ غرافها ويذبها بالمي. زين. يا ريت يوصل هذا المناشدة للوزير. تمام يوصل ان شاء الله. هاي وحدة. نعم. هاي وحدة. بالنسبة للمكافحة هاي مال الصيد مال الدوباس وغيرها. اي نعم. يعني اغلب الزراعة هم اللي بالوزارة الزراعة الله نعم. يسلمهم يطيرون طيارات ياخذون السم الزين ويخلي لك سم شو ما كانوا يرشونه والله العظيم. ها. لا بقايا تموت لا يعني هاي صارت امامكم هذه الحاله اخوي العزيز؟ نعم نعم صارت. هي عندنا كم مره سووها هاي النخل؟ اصل النخل مالتنا كلها دوباس وكلها حشرات. طيب وقالوا على اساس هذه يعني هذه الاساليب قد تنفع الزراعه. والله يا اخويا لا تنفع ولا عبد. زين. نعم. احنا 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 انا حاليا ساكن بالارياف يعني. نعم. زين بالقرى الأرياف. نعم. احنا ليش نشتري الطماطة؟ ليش نشتري الخيار؟ خو هي الدولة نفسيتها تعطينا آلات وتعطينا شغلات وهذا ونزرع. نعم. حتى نتفق وياهم بالنص، يعني الزراعة اللي تصير احنا نعطيهم نص عن لهم ونص. طيب طيب يوصل صوتك ان شاء الله اخوي العزيز، شكرا جزيلا. عندنا بلال من الأنبار. نعم اخوي بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. أسمعك أخوي بلال تفضل. ألو. أسمعك تفضل. شلونك عيني؟ يا أنا وسهلا. حبيبي احنا طلعت أسمانة مع الرعاية الاجتماعية طلعنا الباحث يوم 16/4 برمضان. خوش. ولحد الآن ما طلعت يعني أسمانة، يواعدون بينا واليوم وباشر جاي تنزل وجبات يعني ويانا ورانا بحثة وطلعت اسمائهم واحنا لحد الان ما طلعت اسمائنا. طيب انتم مره واحده قدمتموه لو اكثر من مره؟ لا اكثر من مره. تمام تمام ان شاء الله يوصل. أي. صوت اخوي العزيز شكرا جزيلا. اذا احبتي المشاهدين هذه المناشدات اللي شاهدناها معكم في برنامج استوديو الناس في حلقتنا اليوم، نتمنى ايضا ان يكون هنالك متابعه لها واهتمام من قبل الجهات المعنيه. في فقره الاستبيان احبتي المشاهدين سالناكم سؤال قبل الحلقه، يا ترى الشجع على الزراعة المحلية لو على المستوردة؟ خلينا نشوف بعض التعليقات اللي جتنا في هذه الفقرة. أبو تقي كتب ليش هو شبيرق المحلي غير يخبل؟ والله يا باتفق. تعليق الآخر، المستورد أرخص للفقراء، الفلاح العراقي إذا يزرع وماكو مستورد يصير جشع، يبيع كيلو الطماطة 10,000 على المواطن الفقير. أخوي العزيز ما في يوم شفنا يعني فلاح باع كيلو طماطة ب10,000 ولا ممكن حتى وصلت الطماطة إلى 10,000، لكن كل شخص له حق التعبير عن رأيه. صالح كتب الزراعة المحلية وتشجيع الفلاح. طيب هنالك تعليق آخر أيضا من قبل عماد كتب أهم شيء الرخيص للمواطن المتهالك، ما فوائد المنتج الوطني إذا كان غالي الثمن؟ وإحنا هنا قضية جدا مهمة تكلمنا فيها حبة المشاهدين قبل قليل، وقلنا لو أكو دعم إذا الفلاح ليش ممكن تكون أنه الأسعار أغلى من المستوردة؟ حبة المشاهدين هذه القضية يحتاج لها متابعة. لذلك الخلاصة من كل هذا الموضوع وهو
أنه لا يمكن إغفال أهمية الزراعة في الأمن الغذائي، والذي هو اللبنة الأولى في استقرار المجتمع، حيث أنه البلد المستقر من حيث الزراعة هو بلد صامد وقادر على الصمود والتحدي ضد أشرس الهجمات. لذا فعلينا تشجيع القطاع الزراعي ودعمه ومحاولة رقد اقتصاد البلد وتعزيز إنتاجيته. خلص الكلام. والسؤال اللي نوجهه أحبة المشاهدين إلى الجهات المعنية، أنه هل رح نستطيع القضاء على الجفاف وتلوث المياه وتكون عندنا زراعة محلية وطنية؟ والله ما أدري. نشوفكم في حلقة أخرى أحبة المشاهدين. مع السلامة.